السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مع وصفة جديدة من وصفات أمون. العيد الكبير قرب، كل عام وإنتم بخير. وعشان كده أنا النهاردة هعمل لكم وصفة ممتازة كلنا بناكلها أول يوم في العيد. هنعمل مع بعض الثريد أو الفتة بس على الطريقة المصرية. هنحتاج لحمة من أي نوع، ممكن لحم ضاني أو لحم بقري أو لحم جدي براحتكم. بنجيب حلة بنحط فيها نصها مية، وبصلاية بنقطعها، وقطاية صغيرة بنقطعها برضو ونحطها، فصين حبهان بنفتحه عشان الحبوب السودة هي اللي بتدي ريحة، وبنجيب كام ورقة لورة بنكسرها ونحطها. بنرفع ده على النار لحد ما يغلي كويس جدا. بعد ما تغلي كويس قوي هنحط اللحم. الاول بنحط فص ثوم وبعدين هنحط اللحم. بعد كده هنرفعها تانية على النار من غير ما نحط لها ملح ولا فلفل اسود. بعد ما بتقعد على النار حوالي نص ساعة، بتبقى نص سوا، بنحط لها فلفل اسود وملح حسب الرغبة. انا ده كيلو لحمة حطيت له تقريبا يعني نص معلقة فلفل اسود ومعلقة صغيرة ملح. بنرفعها تاني على النار لحد ما تستوي تماما. في الوقت ده هنعمل الصوص بتاع الفتة. بنعصر طماطم حوالي 4 حبات من الطماطم، وفلفل حامي وتوم. ممكن ما تحطوش فلفل، ده حسب الرغبة. بنبتدي بنحط معلقة من الزبدة بنسيحها، بنفرم حوالي 5 فصوص توم. بنقلبها على النار لحد ما يبقى لونه ذهبي. بعد ما يبقى لونه ذهبي بننزل عليه صلصة الطماطم اللي احنا عصرناها وجهزناها. بنحط لها برضو فلفل. على فكرة لو حطيته بس كده، يعني دي فلفلاية واحدة انا قسمتها وبحط منها، ما بتعملش يعني حراق قوي. بنحط الفلفل والملح وبنحطها على النار حوالي نص ساعة لحد ما تتسبك، بس ما تبقاش مسبكة قوي. يعني ده عيش بلدي بنقطعه مربعات وبنحطه في صينية من صواني الفرن. دي زبدة، حتة زبدة حوالي معلقة، بسيحها على النار وبرشها على العيش بعد ما رصيته في الصينية. بنقلب العيش كويس عشان كله يتشبع بالزبدة. هي دي كمية زبدة مش كتيرة بس بتفرق جامد في الطعم. بنحمصه في الفرن من 20 لـ30 دقيقة لحد ما يبقى ناشف ومقرمش زي ما انتوا شايفين. بننقل العيش للطبق اللي هنقدم فيه. بعد كده بنحط على العيش حوالي 5 معالق او اكتر من الصوص، من صوص الطماطم. حاولوا ما تكتروش قوي. الفتة كل ما تبقى الحاجات السائلة فيها اقل كل ما بتبقى طعم. برضو بنحط شوربة اللحمة، ما بنكترش زي ما انتوا شايفين. انا مش بغرق العيش قوي، انا يدوب بسقيه كده خفيف وبغطيها وبسيبها، هو البخار هيطري العيش لوحده. بنحمر اللحمة، ممكن نحمرها في زيت او في زبدة. دي بعد ما اتحمرت. بعد كده بنحط الرز على وش العيش. ده رز بالشعرية، هسيب الرابط بتاعه في صندوق الوصف. انا بحب احط الرز اكتر من العيش، بتبقى طعم. وفي ناس بتحب تحط رز ابيض، يعني دي حاجة ترجع لكم، اللي هو رز مسلوق يعني، بس انا بحب الرز بالشعرية مع الفتة. بنحط اللحمة على وش الفتة، وبنحط برضو شوية صلصة مش كتير
وبعد كده اللي عايز يزود براحته. وبالهنا والشفا. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو اعملوا شير ولايك واشتركوا في قناتي لو كنتم مشتركتوش، ودوسوا على زر الجرس، واشوفكم في وصفة جديدة. باي.